لو بانتظار هذا الانطلاق الرائع. بسم الله الرحمن الرحيم، انطلاقة موفقة بإذن الله تعالى في هذا الصباح الرائع. شكرا للجنة المنظمة على هذا التنظيم الرائع. نبدأ على بركة الله تعالى. فهد بن عوض العتيبي أيضا مع العرفة، وصلت العرفة الله اليوم فيها الطائف، والطائف لا طرت، جان النسيم فهد بن عوض العتيبي. اي نعم، انها العرفة، وروح لأهل الطائف روح. ولكن هنا ثاني المراكز، عطالله بن سالم بن كويري وسلالة خطير، السلالة القوية، سلالة الحرة التي اثبتت وجودها في ميدان تبوك. نعم انها خطيرة. وثالث المراكز، وصل فلاح بن محمد العمراني، وعد يا وعد، وانت عند الوعد يا وعد. ورابع المراكز هنالك محمد بن عودة البلوي مع الشمالية، الله يا الشمالية، وراك الروح، وارصد لي السلالات، وارصد لي السلالات القوية التي نفتخر بها بالشمال. نعم انها خطيرة، بنت خطير، الله يا عطلة بن كويري الاحطوي. ولكن الله، الشمالية 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 وصلت وانتزعت ناموس هذا الشوط. روحي مع الشمالية محمد بن عودة البلوي. وثاني المراكز هنالك خطيرة، عطلة بن سالم بن كوين الاحطوي. وثالث المراكز هنا ايضا سعد بن فالح بلوي مع زاهية. ولكن روح وارصد لي وخلك معي محمد بن عودة البلوي والشمالية. يلا يا الشمالية، الشمالية فعلا اسم على مسمى، الشمالية حركت الشمالية. ولكن خطيرة، خطيرة قادمة، خطيرة قادمة، معروف ان الحرة ما تجي الا بالاخير. خطيرة يا خطيرة. ولكن هنالك ثاني المراكز، ولكن الشمالية تهانينا والناموس لمحمد بن عادة البلوي، والتهاني أيضا للشمالية. ثاني المراكز وصلت سعد بن فالح بلوي مع الزاهية، وثالثا أيضا خطيرة مع عطلة بن سالم بن كوين العطوي. ورابع المراكز نحيل إلى لجنة الخط والتحكيم والتوقيت الزمني، دقيقتين و18 ثانية و4 أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس للسيد محمد بن عودة البلوي.